اول ما جينا لهون على المخيم كان طين الركب. كنت اتحدى الصعاب، اي شغله فيها صعوبه بحب اشتغلها، الشغله السهله ما بحبها، بحب الشغله الصعبه. ايش انت امراه لازم تكوني على الهامش؟ لا انا امراه وبدي اكون وبدي اصنع، بدي اصنع جيل. باتوا الناس بالعراء، فتعاملت انا كنت بحكم عملي بعنادين اتعامل مع المنظمات، وكان عندي جمعيه خيريه، فتواصلت مع عدد من المنظمات. انا كنت اول امراه بتدرس سياره بقريتي، اول امراه بتدرس جامعه، اول امراه بتفتح مدرسه خاصه حسابها. فما لازم توقفوا المساعدات، ايش رح يصير؟ رح يصير مجاعه. اول شيء كمان رح المدرسه رح تطلع عندي، رح الاطفال كلها يروحوا على الشغل، رح يصير في عماله اطفال، عماله نساء، اضطهاد جنسي، رح يصير ظلم. يعني انا بتمنى انه يتم يساعدوا الناس لبين ما نرجع على بيوتنا. هم نحن نازحين، يعني يساعدون اللي يساعدوا الناس بالنزوع. بخاف من تشرد الاطفال، بخاف من يضيعوا، يضيع مستقبلهم، يضيع سوريا.